فيما يخص تنظيم كأس العالم للأندية، كنا نمني النفس أن أكادير الحبيبة تحتضن هذا الحدث الكبير اللي هو حدث يحظى بمتابعة عالمية كبيرة. إنما شاءت الأقدار أنه تحتضن مدينتين حبيبتين عزيزتين كذلك علينا، ألا وهي طنجة والرباط. معلش، لأن في الحقيقة ونيفو ديال أكادير مازال أوراش، مازال أشغال. المدينة حاليا في ورش كبير، المدينة كتهيئ على أساس أنها تكون إن شاء الله مستعدة لملتقيات أخرى. كتعرفوا أن إن شاء الله المغرب غادي يحتضن كأس إفريقيا 2025، فبالتالي ما فيها بس نسرعوا إن شاء الله من وتيرة هذه الأشغال على جميع المستويات. شفنا إنجازات لا بدنا نشيروا لها، ولكن خصنا نسرعوا على أساس أننا إن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث اللي غادي يجي للمغرب. أكادير أي حاجة إن شاء الله جاتها دعوة للساكنة أنها تشجع المشاريع اللي كتحضنها أكادير. تابعتونا على مستوى المجموعة ديال المشاريع الكبرى اللي جات لأكادير حتى شجعناها، دابا الحمد لله راه غادي، ولكن المنتظر ان شاء الله ان اكادير تكون في الموعد، ونتفائلوا ان شاء الله دائما بالخير، ورسول تفائل كل وقت ان شاء الله. صراحه كون دار في اكادير غيكون شرف لينا، حيت اصلا شرف لينا باش يدار المول ديالنا في المغرب ككل. ولكن باش نهضروا على اكادير بالخصوص، اكادير صراحه باقي فيه الاشغال، يعني ليس مؤهل باش يدار فيه هذا المول ديال مني. هو غيحضر فيه يعني جميع الفرق يعني العالميه، ما يمكنش نجيبو لاكادير واكادير باقي مكرفاس، باقي حنا كساكنه كنتشكاو وخلي عليك الا جبنا الناس. يعني ما تنساش راه هاد المونديال يعني منه سياحه، منه الا غنجيبوهم لاكادير ويدوروا غاش غيشوفوا، والمدينه كامله فيها الاشغال. كنعرفوا موضوع الساعه اللي شغل الراي العام الوطني هاد اليابات هو تنظيم المغرب لكاس العالم للانديه. بطبيعة الحال كنا نمني النفس أنه تنظم في مدينة أكادير، ولكن الحمد لله مدينة الرباط وطنجة هما غادي يكونوا في الموعد إن شاء الله. مدينة أكادير يعني هي الآن في طور أنها في طور الأشغال، وبطبيعة الحال غادي يكون شي شوية العرقلة. أما يعني بخصوص الملعب ديال أكادير فهو تقريبا راه هو واجد ودائما يستقبل المباريات الكبرى، كيخصو شي شويه ديال الروتوشات بحال التسقيف بحال هذا. دونك داك الشيء دابا كاين شركات اللي هي عالميه كتسقف هذاك الشيء في ظرف اللي هو وجيز، يعني ما بين واحد 15 جوغ حتى 20 جوغ يقدر الملعب يكون واجد يعني في هذا. بالنسبه للجنبات كذلك هذا ربما راه هو داخل في مخطط انه غيداروا مناطق خضراء، ويداروا يعني غيتجهزوا الجنبه ديال الملعب باش يكون الوجود يعني بواحد الشكل اللي هو مزيان. ان شاء الله يعني من هنا باش ينتهيو الاشغال، يعني بريفيو من هنا ل 2024 ان شاء الله اكادير غادي تكون واجده على مستوى الطرقات وعلى مستوى التهيئه العمرانيه، وحتى كذلك على مستوى حتى الناس. بطبيعه الحال هناك مجتمع مدني يشتغل في يعني باش يعني حتى الانسان انه يواكب هذا التطور العمراني اللي دار في اكادير. المجتمع المدني خدام يعني بالتحسيس ديال الساكنه باش نكونوا في الموعد ان شاء الله. احنا كيفاش استقبلنا هذا الخبر انه اكادير ما غاديش تستقبل تظاهر ديال عالميه ديال كاس العالم ديال الانديه؟ انما كتعرفوا اكادير تقريبا كلها ورش، يعني جميع الاحياء والشوارع والتهيئه كبيره في اكادير. اذا في هذه اللحظه هذه حتى الجنبات ديال الملعب الكبير ما جهزاش يعني بواحد الطريقه اللي هي مناسبه باش استقبلوا هذه التظاهره العالميه. اذا حنا خدينا بصدر رحب انه ما دام انها ما مستعداش يعني مازال ما كملش الاشغال ديالها، اذا ما فيها بس اننا نستعدوا للمباريات اكثر من هكا. واخا عندنا الفنادق، عندنا جميع التجهيزات الضروريه العامه اللي كاينه، اذا بالنسبه لنا ما كاين حتى مشكل في هذا. تلقيت الخبر بان مدينه اكادير ما غاديش تستضيف يعني كاس العالم الانديه، ما غاتكونش مبرمجه، وهذا الصراحه خلى عندي واحد الحزن شويه، لان كنقول دوماج بحال هذا الحدث الكبير كان ممكن يخلي واحد الاثر كبير، لا سياحي لا اقتصادي لا ثقافي، لا بزاف د الحوايج كانت غادي تنتبعها مدينه اكادير. والناس اللي كيقولوا مدينه اكادير ما جاهجاش، حنا شفنا بان في مدن في قطر فيها كاس العالم، وشفنا بان الجنبات كانوا فيهم بزاف د البلايص ما مبنيينش،
بلايص اللي صراحه فيهم بعد الشوائب حتى هما ما فيها حتى عيب، لان عندك فنادق في مستوى عالي، عندك شبكه طرقيه يعني متوسطه ومن هنا لقدام غتكون جيده، عندنا الشعب زوين، عندنا ناس كيحبوا كره القدم، عندنا ملعب اللي هو تبارك الله ملعب يعني عالمي، علاش لا؟ بالعكس وعندنا شهرين ممكن يكونوا فيها يعني واحد تسريع الوتيره ديال بعض الاشياء اللي ممكن تقاد، عندنا بعض المناطق اللي هي خاويه كاين حل، الناس كيديروا واحد دوك الحديد اللي كيديروا فيه الاشهار اللي هو ديال مدينه اكادير، باش اللي داز يبان ليه غير اشهار وداك المكان الخاوي ما يبانش. كاين طرق، كاين اشياء اللي ممكن نعالجوا بها، كنشوفوا في بزاف تاع الدول العالم كيكون ملعب بعيد على المدينه، وكنشوفوا بان راه كاينين برار، كاينين قرى، شفنا في البرازيل، علاش؟ بالعكس هو عرس، ماشي ضروري نكونوا بخفي باش نديروا هذا التظاهر هذا، بالعكس يقدر هذه التظاهره هذه بداك الشيء اللي غنجنيو منها. نقول لكم الحاجه مهمه بزاف اللي كيتغافلوا عليها الناس، هو لو كوتي مونتال، يعني معنويا ناس مدينه اكادير كانوا محتاجين لتظاهره بحال هذه، دي ولادهم عيالاتهم يمشوا للملعب ويشوفوا ريال مدريد، يشوفوا الاهلي المصري، بالعكس يعني بسيشيكمو كنا محتاجين، وحنا كنقولوا بان اكادير كتستاهل هذه التظاهرات هذه، بغيناها. سوق الحد غيعمر، البائع المتجول غادي يخدم السناك، غادي يخدم الريستورون، غادي يخدم الناس غيشريو وغيكتشفوا المدينه، يعني بزاف د الحوايج كنا غنربحوها. سمح الله الناس اللي كانوا سبب، الا كانوا ناس والا كان هذا واحد القرار ديال الجامعه او قرار الفيفا، حنا ما عندناش مشكل، ولكن ماشي ضروري، خصنا نعبروا على الحزن ديالنا، ومن هنا لقدام خصنا نكونوا كلنا في يد بعضنا باش ندافعوا على مدينتنا، والحاجه اللي غتنفع مدينتنا خصنا نجتمعوا فيها كاملين، واخا حتى حنا راه غيره وحبا كنتاخذوا، ولكن لا، في الامور بحال هذه خصنا نكونوا واحد، ونكونوا كلنا اونسومبل، لان في الاخر الصالح العام. وشكرا.